أولا نبارك للجميع دخول هذا الشهر الكريم ونحن في أتم صحة وعافية، وأسأل الله أن يعيننا على صيامه وقيامه آمين. ويجعلنا من المقبولين ومن عتقائه من النار وجميع المسلمين. آمين يا رب. معهد إعداد المعلمات هو جهد من الجهود المبذولة من قبل الجمعية الخيرية لخدمة تعليم القرآن الكريم، التعليم الصحيح حفظا وتلاوة وتجويدا. وهو معهد ذات شخصية دينية تعليمية تأهيلية تشمل خدماته منطقة المدينة المنورة وما حولها من قرى. نعم جميل. أستاذة صفاء، في أبغى لغة الأرقام دائما ما شاء الله تبارك الله تكون مميزة، أبغى أعرف أعداد المعلمات الموجودات في المعهد وأيضا الطالبات وكذلك الخريجات. طبعا تقريبا عندنا أعداد المعلمات تقريبا 27 معلمة ما شاء الله. تختلف طبعا أعداد المعلمات باختلاف أعداد الطالبات والتسجيل عندنا. حاليا طالبات تقريبا الأعداد 197 طالبة ما شاء الله. وكم تخرج من هالمعهد؟ كل سنة طبعا تختلف الإحصائيات. تقريبا خريجاتنا في دورة إعداد معلمات القرآن الكريم التأهيلية 196 طالبة، ودورة الإتقان تقريبا 125 طالبة، دورة تصحيح تلاوة 190 طالبة، دورة الكوادر 18 طالبة، دورة السند والقراءات 62 طالبة، دبلوم الإعداد المعلمات القرآن الكريم 99 طالبة. ما شاء الله. يعني هو مش إعداد معلمات فقط في مسار واحد، في عدة دورات، وانت ذكرت الآن أربعة تقريبا. طبعا هي اختلاف، تختلف الدورات باختلاف هدف الدورة ومضمون الدورة. يعني مثلا حقت القراءات هذه اللي أشوف عددها جيد كقراءات وتوجه لها، في إيش تعدوهم؟ تعطوهم مثلا إجازات، يأخذوا القراءات السبع ثم العشر، كيف؟ نعم تختلف تختلف هذه باختلاف القراءة تدرسها. في عندنا دورة القراءات العشر لإتقان القراءات العشر بالإسناد المتصل للرسول صلى الله عليه وسلم. تعطون فيها الإجازة التامة أستاذة صفاء؟ طبعا أي تختلف. في دورة السند، السند هو اتصال السند نعم في تحسين أداء المعلمات والمنتسبات للجمعية بالتلقي عن المتقنين والمتقنات عن مثلهم بالإسناد المتصل للرسول صلى الله عليه وسلم، إجازة برواية حفص عن عاصم. طيب وإذا استمروا وحبوا أنهم يأخذوا أكثر من قراءة يصلون إلى العشر، الآن من تخرجوا عندهم القراءات العشر من الدورة هذه الخاصة عددهم كبير إلى الآن؟ لا يختلف، هو ممكن السنة عندنا أعداد أكبر من اللي أخذوا القراءات العشر. جميل. لأنها طويلة الدورة. صحيح، لأنه هي يعني نخبة النخبة حيكونوا، إذا قلنا طبعا لو عشرة في السنة فهذا ترى عدد جدا مميز يعني، فبالتالي عشان كذا انا اسال. طيب كيف الالتحاق بهالدورات؟ كل دوره لها شروط معينه للالتحاق، فمثلا دوره التاهيليه لازم تكون الملتحقه تحفظ 20 جزء من القران الكريم فما فوق، يا 20 اقل شيء 20 طبعا، والمؤهل التعليمي يكون ثانوي وما فوق. نعمل احنا مقابلات في الدورة التأهيلية، لابد أن ملتحقة تجتاز هذه المقابلة. يكون عمره متقدم 18 عام فما فوق. جميل. هذه بالنسبة للدورة التأهيلية. لها رسوم ولا مجانية؟ طبعا جميع دوراتنا مجانية. مجانية، أنها تدخل وتأخذ طبعاً. تكون معلمة معتمدة فيما بعد؟ بشهادة طبعاً. منكم؟ بشهادة معتمدة من الجمعية. جميل، وكم تقريبا مدة الدورات هذه؟ التأهيلية مدتها 8 شهور. جميل ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله عز وجل أن يعينكم وأن يوفقكم. أستاذة صفاء القرافي مديرة معهد إعداد المعلمات التابع للجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، اللي شفنا التقرير عنه، وهذا هو أيضا ظاهر أمامنا، معلومات جدا مهمة وقيمة عن هذا المعهد وما يقدم.